أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلني تعريف. أرحب الحضرات في بيت من بيوت الله على رائدة الله كتاب الله ما صح من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، خاطرة جديدة في يوم جديد، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا هذه الأكارم حضرتكم في معنى خاص لعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى، معنى وشعور هذا الشعور يستلزم أدب، معنى وشعور هذا الشعور يستلزم أدب، هذا الأدب والشعور اسمه صحبة ربنا لينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السفر يقول اللهم أنت الصاحب السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله سبحانه وتعالى الصاحب، فربنا سبحانه وتعالى صاحب لينا وقريب منا. السؤال يقول هل قرب ربنا لينا قرب رقابا، هل ربنا قريب منا قريب منا قرب رقابا؟ فيصبح القرب ده جاي من نوع من انواع الضغط، انا شايفه وانا سامعه، هل القرب ده قرب رقابا؟ الله سبحانه وتعالى قال اعظم من ان هو يكون قريب منا عشان يراقبنا، ولكن هو قريب منا وصاحب لينا، قريب منا وصاحب لينا عشان يرعانا ويعتني بينا، يرعانا ويعتني بيه ويعلمك، وطول ما انت ماشي في مواقف الحياه بيكون شخصيتك، بيكون شخصيتك في المواقف، لان الشخصيات الراسخه يا اخوانا، الشخصيات الراسخه والمعتقدات إنما تكون للمواقف. فسبحانه وتعالى قريب منا، وعارف لما صاحبك ولله المثل الأعلى يسخر لك كل ملك، يسخر لك كل ملك ويقول لك أنا سخر لك كل ملك، وهذا معناه وهذا بيقولك عشان عينيك ما تقعش إلا على كل شيء تحب فتحمد ربنا، وحتى عليك لو وقعت على حاجة وحشة تحمد ربنا على حاجة حلوة في حياتك. صاحبك اللي بيحبك لو وقفت معاه موقف كويس موقف حلو يقمع 10، لو هديته هدية يزيد 10، ده أقل حاجة. صاحبك اللي بيحبك عارف عيوبك أكتر من نفسك، عارف عيوبك أكتر من نفسك، ولأنه عشان بيحبك ستدعم عيون الناس وراضي بيه عيوبك سبحانه وتعالى، راضي بيه بعيوبك ودايما جنبك عشان يكبرك ويكون شخصيتك. لذلك ابن عطاء الله بيقول ليس الكبير الذي تشعر وأنت بجواره أنك صغير، ليس الكبير الذي تشعر وأنت بجواره أنك صغير، إنما الكبير الذي يشعرك وأنت بجواره أنك كبير. فدائما ما يسحقش عنك اللغة دائما يا أيها الذين آمنوا ويسأل نفسه يا عباد
هو ليه باقي على قرب وليه باقي على صحبتي؟ ليه يعني معايا؟ هو محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ قال لا اسحبها. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد ولا يحتاج للناس، ولكن هو طيب ليه عشان بيحبك. عارف العلماء قالوا عاوز تتعلم الاخلاص اتعلمه من ربنا سبحانه وتعالى. عاوز تتعلم الاخلاص هو بيعمل ليه كده؟ مش عشان حاجه. ابن عطاء الله بيقول ما صاحبك مثل ما صاحبك لا شيء يعود منك عليك. ما فيش صاحب، ما فيش صاحب ده اللي زي الصاحب اللي صاحبك، وما فيش حاجه تعود منك عليك. او العكس، هو قريب منك ليه، وهو حتى كلمك بحاجات على قدك. ولكن لو هيكلمك بحاجات تليق بجلاله سبحانه وتعالى مش هتقدر. حتى جزاك انت تعمله الجنه، والجنه من المخلوقات مفيش فايده ترجع منك عليه. ثم يجي واحد يسألك انت عامل ايه؟ عامل ايه مع صاحبك؟ ولله مثلا عامل كده تشكيل وعمل معايا، مع ان والله يكون كويس. لسان حالنا كده، لسان حالنا يقول كده، والله يكون كويس. التزمت ما وافقنيش، اتحجبت ما جوزنيش، ذكرت ما نجحنيش. وابدا اشتكي ربنا للناس لحد لا يساوي ربنا سبحانه وتعالى اي حاجه. انا ما ينفعش حتى اشتكي لربنا سبحانه وتعالى. تعالى زمان الصالحين بيقول لك كنا نسال الناس عن حالهم لناس كثير الشكر. عاوز تسمع كلام الشكر اللي مالوش حل؟ اسال حد من الصالحين يتعامل. هو بيقول لك كده، ونحن الآن لا نسأل الناس عن حالهم، حتى لا تثير الشكوى. فهسألك أنت عامل إيه؟ هتقول لي أنت بتشتكي؟ ماشي سبب. اشتكيت وطيروا وما قطعش الاسم عنك. لا في حاجة تانية. إذا تخيروا لغيره يطلب صحبتك. يطلب صحبتك. يقول لك انا صاحبك بس بشرط ان ربنا ما يكونش معايا. يقول لك اختار. لان لو معانا ربنا هنعمل حاجات تخضبه وتزعله. تصدق ان هو اختار؟ اختار ربنا. لانه هو ما حسش بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى. اختار على ربنا. ربنا قال له ما قالوش تعزلني انا هسيبك. فتولى وهم على طول. ما قالوش كده. ما قالوش تعزلني انا هسيبك. لا. قال لك انا صفاتي لا تتغير. سبحانه وتعالى. كرمه ينزل يا اخوانا على قدر كرمه. سبحانه وتعالى. قال لك ازاي في حاجة بتغضبني، في حاجة بتبوظ علاقتك بيا. قال لك انت ممكن تغلط. النقطة دي جت يا اخوانا مهمة أوي. انت ممكن تغلط بس ما تعملش الحاجة دي لأن بتغضبني. انت ممكن تغلط مش بشجاعة على الغلط، هو عارفك بيا وعارف انك ممكن تطلع عليك. قال لك في فرق ما بين واحد بيغلط واحد بيغلط وعطيك يرجع لربنا يقول لي رب اغفرني وسامحني انا ضعيف. واحد تاني يغلط وهو بيتنازى ان ربنا شايف بسمعه. اللي بيسموها العلماء في سن المراقبه، اني اكون متاكد وانا كويس وانا وحش ان ربنا شايفني وسامحني. فلو
يبقاش بسبب بريد، ما يبقاش نظر ربنا سبحانه وتعالى رخيص عنه. يعني سبب الجرأة، سبب الجرأة على ربنا سبحانه وتعالى جت من إن أنا قررت أمسك النعمة، أمسك النعمة وأطيبني وحبني، لقيت ما بيعملش حاجة هو معترض كده. قررت أمسك النعمة ما بيعملش حاجة، مفيش الانتقام بتاع عاد وثمود والكلام اللي احنا بنسمعه ده، ممكن يحصل معاك ايه؟ احنا انا لا. عايز اقول لك مثلا اعلى، لما تتعود على واحد فهي بتنزل منك، ربنا ما بيحبش، ربنا ما بيحبش ان انت تكون كريم عليه. الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي قال لك المراقبه، المراقبه هي علم القلب بكبر الرب. حصل جدا علم القلب بكبر الرب. سيدنا مالك بن دينار بيتكلم عن جد العدد، بيوصف جد العدد وصف جميل، فوصف رائع. كان اللي حواليه كلهم يعني مين في الشهر؟ اسمع، وهنشوف يا اخوانا النموذجين،